Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya yulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yurjuna ar-rasula wa iyyakum antuminu billahi rabbikum in kuntum kharajatum jihadan fi sabili wa badigo mardoti tusiruna ilaihi bil mawaddati wa ana alam bima akhfaitum wa ma alantum وَمَنْ يَمْأَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدَ دَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَسْكُفُكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ Yaumal qiyamati yamsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima wallazina ma'ah iz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bangda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'i Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir Rabbana la taj'alna fitnatan lil-ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين آتيتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن يحلون لهن ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن فلا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم
وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شيئا ولا يركبن ولا ينين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يمترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يسينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun inna Allah yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilihi soffin ka'annahum bunyanun marsus وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَلَمْ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها ونذر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله
قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين أُمِلُوا التوراة ثم لم يعملوها كمثل الحمار يعمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا فنيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وتبع على قلوبهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم
Qadalahumullah wa annatum fakun. Wa iza qilalahum ta'alaw law yastaghfir lakum rasulullah lawaw rusu'un waraitahum waraitahum yasudduna wa hum mustakbirin. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qawmal fasiqin. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfandu. Walillahi al-khazainu samawati wal-ard walakinnal munafiqina la yafqun. Yaquluna la yarjanna ilal madinati la yurjanna la a'azzu minhal azal. Walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqoo mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wa la yu'akhirullahu nafsan iza ja'a ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqa as-samawati wal-ardu bil-haqqi wa suwarukum fa ahsana suwarukum wa ilayhi al-masir. Ya'lamu ma fi samawati wal-ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tulinun. Wallahu alimun bi zati sudur. Lam yatikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fazaku wabala amrihi wa lahum azabun alim. Zalika bi annahu kanat tatihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yadunana fakabaru wa tawallaw wastaghnallah wallahu ghaniyyun hamid. Zama allazina kafaru an lan yubasu. Qul bala wa rabbi latubasunna summa latunabbi'unna bima amiltum wa zalika ala allahi yasir. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuri allazi anzalna
Allahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i zalika yaumun taqabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فانذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا ترجعن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ولا تدر لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّائِي يَئِسَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يئدن وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن
وإن كن أولادها من فأنفقوا عليهن حتى يدعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف وإن تأشرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكاين من قرية أدن أن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy lima tuharimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwaji wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum ta'illata aymanikum وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكنا وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير سربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أزواجاً خيراً منكن مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم sayyibati wa abkaro
نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كفروا لا تنتظروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ولم يغنيا عنهما من الشيء وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إن قال رب بلغني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدق بكلمات ربها وكتبه وكان من القانتين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فانترفوا بذنبهم
فسوقاً لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من ألقى وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أم يمشي مجبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض إليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب سعب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يهديكم بماء معين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وستبصرون ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وادعوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير مهتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم إن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إن أقسموا ليرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهو نائم فأجبت كالصرين فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين فانطلقا وهو يتخافتون ألا يدخلنا اليوم عليكم مسكين
wa qaddahu ala ardil qadirin. Falamma ra'awha qalu innal sa'idun bal nahnu mahrumun. Qala awsaduhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Faqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Sarabuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina gharibun. Kazalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Apa naja'alul muslimin kal mujrimin. Malakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alayna balighatun ila yawmil qiyamah. Inna lakum laman tahkumun. Salhum ayyum bizalika za'im. Am lakum syurka. Falyatu bisyurkaihim in kanu sadikin. Yawma yusabu ansake wa yada'awna ilan sujudi falatas yastati'un. Khashiyatan absarum tarahakum zillah. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Fazarni wa ma yukazzibu bihadzal hadis. Sanantadrijuhum min haythu la ya'lamun. Wa umli lahum inna ka'idimatin. Am taz'alhum ajaran fa'um barabim muskolun. Am indahumul ghaibu fa'um yantubun. Fadbir li'umi rabbika wa la takun ka sahibil huts. Inna da'wa huwa ma'zub. Laula an tadarakahu ni'matun bi rabbihi lanubiza bil ara'i wa huwa mazmum. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Wahiyya kanul lazina kabarun layulikunaka bi'absarihim lamma sami'u zikra wa yakuluna innahu lamajnun. Wama huwa illa zikrun lil alamin. Sadaqallahul azim.